مشاهدو اكسترا نيوز في كل مكان، تحية طيبة. بالرغم مما يسمى فراغا دستوريا او حكومة مؤقتة او حكومة تصريف الاعمال، الا ان ممثلي هذه الحكومة يبذلون جهدا فائقا من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه من هذا البلد الطيب. لبنان، ارض شجرة الارز والأبجدية التي نشأت في جبيل المدينة القديمة وانتشرت لتضيء العالم كله وبادلت التجارة مع مصر قبل 3000 عام قبل الميلاد. لبنان الذي طالما تحدث رئيس حكومته المكلف السيد سعد الحريري أن اعتماد التكنولوجيا بين الحكومة والمواطن هو مفتاح إنقاذ هذا البلد من الفساد. عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعن النفض أو الثورة التكنولوجية المرتقبة في لبنان يدور هذا اللقاء مع السيد جمال الجراح وزير الاتصالات اللبناني. تحياتي ورحب بك على شاشة أكسترا نيوز، وأشكرك للسماح لنا بإجراء هذا اللقاء. أهلا بك. يعني إذا تفضلت دعنا نبدأ بالحديث عن العلاقات المصرية اللبنانية بشكل عام وعما يخص قطاع الاتصالات بشكل خاص. حقيقة العلاقات اللبنانية المصرية قديمة وقديمة جدا. حضرتك ذكرت في المقدمة عن التعامل التجاري بين لبنان و مصر لآلاف السنين، وأيضا شهدنا مرحلة من المراحل كانت مصر هي وجهة اللبنانيين لتلقي العلم في الجامعات المصرية، وكانت الحكومة المصرية آنذاك تساعد كل الطلاب اللبنانيين، تستضيفهم في جامعاتها ومدارسها بدون أي مقابل، لا بل كان تقدم لهم معونة مادية ليتمكنوا من العيش في مصر. أيضا جمهورية مصر العربية أنشأت جامعة العربية في بيروت ورفضتها بالأساتذة والدكاترة المصريين لتعليم الطلاب اللبنانيين في بيروت. فكانت علامة مضيئة جدا في العلاقات العربية وخصوصا العلاقات المصرية اللبنانية. وكانت الجامعة العربية في بيروت هي جامعة ليس فقط للبنانيين إنما لكل العرب كانوا يتلقوا العلم في جامعة بيروت العربية. طبعا لدينا يعني حنين لتلك المرحلة، مرحلة العروبة ومرحلة الوحدة العربية والعمل العربي المشترك وحمل القضية الفلسطينية من جمهورية مصر العربية ومن جميع العرب، وكانت مصر هي عنوان هذه المرحلة. ونأمل أن مصر تعود لتقوم بدور العربي على أكمل وجه كما عودتنا في السابق. والمؤتمر اللي عم نحضره اليوم هو يعني نقطة على مضيئة على هذا المسار، إذ تهتم جمهورية مصر العربية في إنجاح مؤتمر القمة الذي سيعقد في بيروت الشهر القادم، وتهيئ كل الظروف والمنتديات اللازمة إن كان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الشباب العربي أو مستوى المجتمع المدني العربي، تهيئ كل الظروف لنجاح هذا المؤتمر في بيروت لكي يشكل نقطة انطلاق إلى الآليات التنفيذية للمقررات التي ستأخذها المنتديات على صعيد الشباب والمجتمع العربي. ونحن نعي جدا أهمية الشباب العربي في بناء مستقبل الدول العربية وتقدم الدول العربية واستقرارها. فهذه الموضوعات لم تعد تحتمل التأجيل ولم تعد تحتمل غير العمل الجدي والآليات التنفيذية الواضحة والمدعومة من الدول العربية لتأخذ طريقة للتنفيذ، لأنه نعتقد أنه طريق الخلاص لمجتمعاتنا العربية هو بناء قدرات هؤلاء الشباب وبناء قدرات المجتمع المدني وتعميم ثقافة الديمقراطية وحرية التعبير والتعاطي الإيجابي للشباب العربي في مسائل مجتمعه. سيدي، تحدثت عن لبنان العربية وعن ارتباطها بالوطن العربي، فيعني تتمسك الحكومة اللبنانية بهذا النهج، نهج التمسك بالمحيط العربي والنقي عن النفس، فهل هذا النهج هو نهج الحكومة اللبنانية فقط أم أنه نهج كل الأطراف والفرقاء في لبنان؟ الحقيقة نحن يعني منذ اتفاق الطائف حسمت مسألة انتماء لبنان بدل عربي، بلد عربي.
يتعاطى مع الدول العربية بكل إيجابية. الدول العربية للأمانة وقفت إلى جانبنا في مرحلة إعادة الإعمار لبنان بعد الحرب الأهلية في مرحلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى رأس المملكة العربية السعودية ودول الخليج جميعا، إضافة إلى جمهورية مصر العربية التي وقفت معنا بكل مسؤولية رغم كل ظروفها الصعبة بعد عدوان 2006 على لبنان، العدوان الإسرائيلي على لبنان. فمسألة انتمائنا إلى محيطنا العربي وعروبة لبنان مسألة محسومة في ضمير ووجدان غالبية اللبنانيين، حتى لا أقول كل اللبنانيين. هذه المسألة هي السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية. أحيانا نرى بعض الخروج عن هذا يعني التوجه العربي، عن هذا الانتماء العربي، نتيجة ظروف معينة ونتيجة الدخل الإيراني في شؤوننا الداخلية، لكن بالمجمل لبنان بلد عربي، الهوية والانتماء وقضايا العرب هي قضايانا وعلى رأس القضية الفلسطينية، ونحن حريصين ومصرين على هذا الانتماء وعلى هذه العلاقة الطيبة، وخصوصا مع جمهورية مصر العربية لأننا نحن بنعتبرها العمود الفقري للأمة العربية. طيب نبدأ في الحديث عن قطاع الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة في لبنان، فما هي الأليات التي يتم اعتمادها لتمهيد الأرض في لبنان من أجل التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المبتكرة؟ يعني طبعا العالم القادم هو عالم اتصالات وتكنولوجيا، وهذا الأمر يجب أن يهيأ له بكل جدية. مع الأسف في لبنان لم يكن هناك البنى التحتية اللازمة لهذا التحول. حكومة الرئيس سعد الحريري وأثناء تولية هذه الحقيبة عملنا على إنشاء هذه البنى التحتية، على إصلاح ما يمكن إصلاحه من هذه البنى، من شبكات، من توسعة للسنترالات، من الوصول بشبكتنا إلى أماكن لم تصلها من قبل، من شبكة جديدة على الفايبر أوبتكس، من كل الأشياء المساعدة لانتظام ورفع كفاءة البنى التحتية للاتصالات. يعني لا يمكن أن نتكلم عن تحول رقمي أو e-government أو IoT أو أي تكنولوجيا حديثة ما لم يكن هناك بنى تحتية قادرة على استيعاب هذا التطور. مع الأسف برجع بكرر، لم تكن موجودة خلال السنتين الماضيين، وبتوجيه طبعا من دولة الرئيس سعد الحريري عملنا ليلا نهارا على إنشاء هذه البنى التحتية وإصلاحها ورفع كفاءتها وتحديثها بطريقة علمية، ووصلنا إلى مشروع الفايبر أوبتكس على جميع الأراضي اللبنانية وبدأنا بتنفيذه، وحدثنا كل ما يمكن تحديثه بشكل أن نصل إلى يوم نقول نحن جاهزين لاستيعاب كل ما هو جديد في التكنولوجيا الاتصالات، وقادرين على التحول الرقمي، وقادرين على إنشاء الحكومة الإلكترونية اللي مثل ما قال دولة الرئيس هي أحدى الطرق الناجحة لمحاربة الفساد، عندما تنشأ علاقة بين الدولة والمواطن موثقة عن طريق الحكومة الإلكترونية. طبعا هذا الأمر احتاج لجهد كبير في السنتين الماضيين ولإمكانيات مادية كبيرة، ومستمرين في عملية التحديث حتى نصل بوقت قريب جدا، لأنه خسرنا وقت كتير كبير لأن نقول نحن جاهزين للتحول الرقمي، جاهزين لأن نواكب العصر في موضوع التكنولوجيا المعلومات، وجميعنا يعلم أن المرحلة القادمة أو المرحلة الحالية حتى الآن بدأ الاتصالات تشكل هي العصب الأساسي للاقتصاديات كلها، من الزراعة إلى الصناعة إلى التجارة إلى زحمة السير إلى التعليم إلى الطب، فدخلت التكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى كل القطاعات الاقتصادية. مشان هيك نحن أخذنا قرار في الحكومة اللبنانية بمساعدة الناس الذين سيقودوا هذه المرحلة وهن فئات الشباب والطلاب الجامعيين، فأعطينا
يعني حزمة جديدة للطلاب الجامعيين بسعر مدعوم جدا من الدولة اللبنانية ب 15 دولار بس، كان سعر الأساسي حوالي 65 دولار، لنشجع الطلاب الجامعيين على أن ينجزوا مهامهم التعليمية بكلفة بسيطة، ويعتبر هذا تشجيع للشباب على رفع كفاءتهم وتعليمهم. أيضا أنشأنا صندوق استثماري لمساعدة الشركات الناشئة الصغيرة، اللي عندنا بكل فخر ممكن أن أقول لدينا جيل من العباقرة في لبنان في عالم التكنولوجيا والاتصالات. نساعد هذه الشركات بمبالغ مادية لإنشائها وتطورها وإنتاجها، وبالتالي نكون قادرين على تسويق وشراء منتجاتها. وأيضا دولة الرئيس قدم لنا مكان في السرايا الحكومي الكبير لإنشائه كمركز كمنصة لعمل هؤلاء الشباب وهذه الشركات الناشئة. عم نرسلهم بدورات إلى الخارج ويشتركوا بمباريات، والحمد لله أنه دايما عم بيكونوا في الطليعة ويحصلوا على الجائزة الأولى. وعلى صعيد مصر أنا في صدد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات في مصر لإرسال طلاب للتدريب في مراكز التدريب المتقدمة جدا في مصر بعالم التكنولوجيا والاتصالات. متوقع إن شاء الله بوقت قريب أن نوقعها مع معالي الوزير عمر طلعت لنقوي هذه العلاقة وهذا التكامل بين لبنان ومصر في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. نعم، بالحديث عن البنى التحتية والبنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع من أجل إصلاحه، يعني ربما هناك إشارات لتأثير مباشر أو غير مباشر لهذه الاستثمارات على الناتج المحلي أو حصة الناتج المحلي في قطاع الاستثمارات في الناتج الإجمالي للبنان، ربما يتوقع بعض الخبراء أن يصل لستة مليارات دولار في العام القادم، يعني فما صحة هذه الأرقام؟ شوف يعني الرقم لا مبالغ فيه شوي، لكن قطاع الاتصالات هو قطاع قد ما بتستثمر فيه قد ما بتكون عوائده أكبر. يعني احنا الآن نورد إلى الخزينة اللبنانية حوالي 2000 مليار ليرة لبنانية سنويا، وبوضعنا الحالي قبل الاستفادة من التطور أو الاستفادة الكلية من التطور للبنى التحتية اللي عم نشتغل عليها، عندما تنجز شبكة الفايبر أوبتكس نتوقع أن يكون عوائد الاستثمار اللي بالغ 300 مليون دولار أن يكون مليار دولار على نهاية السنة الرابعة من الاستثمار، وهذا مبلغ جدا كبير. بمعنى أنه هذا قطاع الاتصالات قد ما بتضخ فيه استثمارات قد ما بتستفيد منه أضعاف، وبالتالي أصبح كما ذكرت هو المحرك الأساسي أو إحدى المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي على كافة الصعد. لم يعد محصورا قطاع الاتصالات بالمكالمة الهاتفية أو بالإنترنت، أصبح جزء من قطاع الصناعة، من قطاع التجارة، من قطاع الزراعة، من التعليم، من الطب، من مجالات اقتصادية واسعة ومختلفة وقادرة على جذب استثمارات وخلق فرص عمل بالألاف إذا تطور هذا القطاع بالطريقة الصحيحة. وهذا اللي عم نشتغل عليه، عم نشتغل على تطوير هذا القطاع لكي نعوض ما فاتنا في السنوات السابقة من تخلف وأهمال للشبكات وأهمال للقطاع. فقدرنا خلال السنتين الماضيين أن نحقق قفزة كبيرة وسريعة في مجال بناء البنى التحتية والمعدات اللازمة لهذا التطور، على أمل أن نستكملها بوقت قريب وأن نكون قادرين أن نقدم للاقتصاد اللبناني ما يستحق من تطور ومن نتيجة مالية تعود على المالية العامة بمبالغ ضخمة جدا كانت فائتة ومغيبة وغير
وكنا غير قادرين أنه نستفيد من هذه الأموال. نعم، تحدثت عن الشركات الناشئة وعن فرص العمل، فيعني أعتقد أن هناك أكثر من 800 شركة لمنتجات وخدمات البرمجيات تضم حوالي 5000 فرصة عمل أو أيدي عاملة مدربة، فهل يعول الاقتصاد اللبناني على النمو أو الطفرة التي تحدث حاليا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ يعني طبيعي هذا القطاع أو هذا المجال هو اللي يعني يحتاج إلى بنى تحتية ويحتاج إلى مهارات وقدرات بشرية. نحن القدرات البشرية موجودة وموجودة بكفاءة عالية جدا، ودائما كما ذكرت الطلاب اللبنانيين عم بيحصلوا على الجائزة الأولى في كل المباريات العالمية التي يشتركوا بها، وهذا ما يعني مصدر اعتزاز وفخر لنا بطلابنا وشبابنا اللي عم بيبدعوا بهذا المجال. كان ينقص البنى التحتية اللي قطعنا أشواط كبيرة فيها لبناءها واستكمالها، ويبقى أن تكون سياسة الدولة متجهة إلى خلق الإطار القانوني لحماية وتطوير هذا القطاع، لأنه لا يمكن لهذا القطاع أن يتطور بدون أنظمة أو قوانين ناظمة لهذا القطاع تكون متطورة وقادرة على استيعاب التكنولوجيا الجديدة وتسمح بتطويره وتسمح بشراكة معينة مع القطاع الخاص. نحن أقرينا في المجلس النيابي قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا مسألة أساسية حتى يرفض القطاع الخاص قطاع الاتصالات بالإمكانيات المادية اللازمة لتطوره. وآخر مشروع أنا حولته للهيئة العليا للخصخصة والشراكة هو مشروع National Data Center، المركز الوطني للمعلومات. نعم. وهذا مسألة يعني غير مسبوقة في لبنان أن تنشئ مركز للمعلومات وطني يضم أو قادر على استيعاب كل بيج داتا، داتا الدولي والاقتصاد اللبناني كله، ويوفر أموال كثيرة على الاقتصاد بدل أن كل مصرف أو كل شركة أو كل مؤسس يكون عندها نظام الخاص فيها، فهو نظام وطني محمي بأفضل السبل وقادر على تقديم الخدمات لكل القطاعات الاقتصادية في لبنان وخصوصا الدولة اللبنانية، لأنه لا يمكن أن تتحول إلى حكومة إلكترونية بدون المركز المعلومات الوطني اللي قادر تحفظ فيه معلوماتك بأمان واسترجاعها بسهولة وقراءتها وتحليلها بالطريقة المناسبة. نعم، بالحديث عن الشباب اللبناني الذي ذكرت قبل قليل أنه مدعاة للفخر، يعني لكم تصريح عن أهمية العمل الاجتماعي والاقتصادي والاستثمار في الشباب، فكيف يكون الاستثمار في الشباب من وجهة النظر هذه؟ شوف، يعني الحقيقة نحن في لبنان هناك عناية كبيرة بالشباب، لدينا أفضل الجامعات وأفضل المدارس، والطالب اللبناني يتحدث عدد من اللغات وهو عنده قدرات كبيرة، لكن مع الأسف هذه الطاقات عم نخسرها، عم تهاجر، عم تترك البلد نتيجة عدم إيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب. ما يهم الرئيس الحريري الآن ومن خلال مؤتمر سيدر أن يخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب حتى يبقوا في لبنان ويساهموا بقدراتهم اللي اكتسبوها بالتعليم والتدريب ومهاراتهم الشخصية أن تساهم في تنمية اقتصاد الوطن. لكن لا يمكن أن تطلب من هؤلاء الشباب البقاء في لبنان دون فرصة عمل. توفير من العمل الآن هو من خلال مؤتمر سيدر واحد، كيف نخلق الإطار الاقتصادي الواسع الذي يستوعب الخريجين ويستوعب قدرات الشباب وأن يبقيهم في لبنان. من هون اجت فكرة الرئيس الحريري بإنشاء الصندوق الاستثماري لمساعدة الشركات الناشئة، وإلا الخيار الثاني هو الهجرة، ونحن نريد أن نحتفظ بهؤلاء الشباب وبالقدرات تبعهم، فأنشأنا الصندوق الاستثماري وعم نخلق لهم المنصة اللازمة ليعملوا عليها بدون أي مقابل. عم نحاول نشجع المبادرات الفردية في قطاع الاتصالات حتى نقدر نكتسب منهم ويكتسبوا أو البلد يكتسب منهم ويبقوا في لبنان
ويساهموا مساهمة إيجابية وفعالة في تطوير هذا القطاع، لأنه اليوم هذا القطاع وتطوره بحاجة لقدرات فائقة وقدرات مميزة ومدربة ومؤهلة أن تواكب التقدم التكنولوجي اللي عم بيصير باليومي. يوميا تسمع عن تقدم تكنولوجي معين، عن معدات جديدة، عن أفاق في عالم الاتصالات والتكنولوجيا لم تكن موجودة يمكن امبارح، بس اليوم عم تكون موجودة أو بكرة عم تكون موجودة. تماما. يعني من لبنان إلى مصر، شاركتم في مؤتمر الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي عقد في نوفمبر الماضي برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكيف تقيم مخرجات هذا المؤتمر؟ حقيقة أنا يعني أريد أن أبدي إعجابي في التطور اللي حاصل في مصر في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. هذه السنة الثانية اللي بحضر هذا المؤتمر وأطلع على التطور الحاصل في مصر، وخاصة يعني هذه المرة أبديت إعجابي الكبير في موضوع البريد والتطور الحاصل في موضوع البريد والصناديق الائتمان اللي حاصلة في البريد وحجم العمل اللي عم يقوم فيه بريد مصر وكيف يستفاد من هذا البريد في بناء قاعدة المعلومات الكبيرة اللي قادرة على تحليلها. وبالتالي كما ذكر معالي وزير الاتصالات ستوفر على الدولة المصرية بحدود مليارين دولار هدر سنويا نتيجة قيام البريد المصري بجمع هذا الكم من المعلومات وتحليله وقراءته بشكل صحيح واستثماره في ضبط النفقات ومحاربة الفساد، اللي بيتوقع مليارين دولار سنويا أنه يوفر نتيجة بحث هذه المعلومات وجمعها. أيضا على موضوع قطاع الاتصالات، قطاع الخليوي في 4 شركات، الأسعار مدروسة بشكل جيد، والملفت أكثر هو المدن الذكية التي تنشأ في مصر. وتسنى لي أن أزور إحدى المدن وأطلع على مكوناتها وعلى الشركات الكبرى التي تقيم في هذه المدن الذكية. وأيضا ما عجبني أكثر الحقيقة هو مراكز التدريب التي أنشئت في مصر والقادرة على تدريب حوالي 3000 تلميذ سنويا في مجال التكنولوجيا والمعلومات. ومن هون بدرنا أنه نعمل مذكرة تفاهم تنرسل طلاب لبنانيين للتدرب في المؤسسات أو مراكز التدريب المصرية. سيادة وزير، حضرتك تحدثت عن المدن الذكية وزرت القرية الذكية في مصر، فهل الأرض في لبنان أصبحت خصبة لتطبيق نظام المدن الذكية وفق هذا الطرح؟ الحقيقة يعني أول من طرح هذه الفكرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في إقامة مدن ذكية للتكنولوجيا والاتصالات، لكن أنا ذاك يعني حرب رحمه الله من فئات سياسية كثيرة منعت إنشاء هذه المدن الذكية والبدء بموضوع الاتصالات يعني تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لأنه كان يعي أن المستقبل هو قائم على موضوع الاتصالات والتكنولوجيا. نعم. مع الأسف أجهدت هذه المحاولة آنذاك، وإلا كان مفروض عندنا أول وأكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط في لبنان. الآن الحقيقة في مراكز يعني لا يمكن تسميتها مدن، لكن مراكز تتعاطى مع هذا الأمر، والعديد من المراكز بما فيها مراكز التدريب، لكن هذا الأمر ليس كافيا للمستقبل. يعني علينا أن نجد هذه المدينة الذكية، أن يكون هناك تجمع لكل من هو مهتم بالتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأن نخطو خطوة سريعة لتعويض ما فاتنا الحقيقة بالسنوات الماضية، لأن مش منطق اليوم أنه نحن نرى كل دول العالم خطت خطوات كبيرة باتجاه إنشاء المدن الذكية وتجميع الطاقات والإمكانيات وتكون قادرة على الاطلاع على كل ما هو حديث في هذا العالم، ونحن أصحاب الفكرة الأساسية
مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هو صاحب هذه الفكرة الأساسية بإنشاء هذه المدن على غرار سيليكون فالي في أمريكا وغيرها، الشرق الأوسط ولبنان بموقعه الجغرافي وبالكفاءات البشرية اللي عنده مؤهل أن يلعب هذا الدور. يعني نحن اليوم عم نشتغل على إنشاء خط بحري جديد بين أوروبا ولبنان لتزويد دول عربية بالإنترنت، موقعنا الجغرافي جدا مناسب، إمكانياتنا البشرية ممتازة وقريبين من كل دول الشرق الأوسط، ويمكننا أن نقدم هذه الخدمة اللي هي تعطي دور اقتصادي جديد وفعال لبنان. سيدي دعنا نعرج قليلا إلى السياسة في ارتباطها أيضا بقطاع الاتصالات، هذا فراغ الدستوري أو الحكومي عفوا الذي تعاني منه لبنان منذ فترة، هل يؤثر على عدم وجود تشريعات خاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشريعات خاصة بحماية وأمن المعلومات والبيانات والجرائم الإلكترونية وما شابه؟ بالتأكيد، يعني غياب الحكومة أو عدم تشكيل الحكومة يعيق أي عمل له طابع قانوني ودستوري وله طابع القرار، لأن بعض المواضيع تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء عليها، ولدي العديد من الملفات الآن في مجلس الوزراء لم يتم البت بها نتيجة عدم تشكيل حكومة، منها المركز الوطني للمعلومات، ومنها الخط البحري، ومنها مسألة البريد، وعدد من المواضيع المهمة التي تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. طبعا هذه القرارات الآن معطلة، ونحن ننتظر تشكيل حكومة للبت في هذه المواضيع اللي هي تشكل روافد أساسية لنمو القطاع وتطور. نعم، وبالتالي الآن يعني في مرحلة الانتظار. انتظار. طيب في إطار الانتظار نتحدث قليلا أيضا عن السياسة. إصرار حزب الله على عرقلة أو ما سمي بعرقلة تشكيل الحكومة. طبعا حزب الله له ارتباطاته الإقليمية الكبيرة والمعروفة مع إيران، وتزامنت موضوع تشكيل الحكومة مع العقوبات الأمريكية على إيران وعلى حزب الله. نعم. وبالتالي تعطلت تشكيل الحكومة في العراق ولبنان، ظنا من إيران أن يعني تمتلك أوراق للتفاوض مع أمريكا على تخفيف العقوبات أو إلغاء العقوبات، وبالتالي حزب الله عطل تشكيل الحكومة ولا يزال يعطل تشكيل الحكومة، لأنه بعد ما سويت كل العقد التي نشأت أثناء عملية التشكيل ابتدع ما يسمى بنواب السنة أو اللقاء التشاوري لمزيد من التأجيل في تشكيل الحكومة أو تعطيل تشكيل الحكومة، ظنا منه أنه ممكن أن يستفيد في هذا الأمر بتفاوض إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن من يدفع الثمن هو الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني واللبنانيين بشكل عام. الآن نحن في مرحلة اقتصادية خطرة ليست سهلة على الإطلاق، وبحاجة لحكومة فاعلة، وبحاجة أهم من ذلك إلى تنفيذ مقررات صدر واحد اللي هو حصل هذا المؤتمر، لأن هناك شخص يثق فيه المجتمع الدولي اسمه سعد الحريري، ولولا وجود سعد الحريري على رأس الحكومة آنذاك لما كنا وصلنا لا للمؤتمر ولا للمبالغ التي خصصت للبنان والتي بلغت حوالي 12 مليار دولار. هذه الدول هي راغبة في مساعدة لبنان، تثق بدولة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي عطلنا مفاعيل سدر واحد الذي يعني طبعا الرئيس الحريري يرفض أن يتعطل هذا المؤتمر، وهو الآن في لندن يشارك في مؤتمرات واجتماعات اقتصادية لوضع الآليات اللازمة وتشجيع المستثمرين انطلاقا من سدر واحد للاستثمار في الاقتصاد اللبناني ومساعدة الاقتصاد اللبناني، لأنه هو يعني الآن طريق الخلاص الوحيد لأزماتنا الاقتصادية. لكن مع الأسف هناك بعض الجماعات لا ربما لا تعي أو تعي ولا تريد تسهيل الأمور، وليس في أولوياتها الموضوع الاقتصادي أو معيشة الناس أو أزمات الناس، أولوياتها المطلقة هي ماذا تريد إيران من لبنان.
تحدثت عن النواب الستة أو الحصة السنية، يعني هل هذه الأزمة قد يتطور الأمر للمطالبة بوزارة سيادية؟ ما بعتقد يعني هذا كلام إعلامي، لأنه أساسا هن ليسوا تكتل سياسي، في أربعة منهم ينتموا إلى كتل سياسية. نعم. واحد مع كتلة حزب الله، واحد مع كتلة حركة أمل، واثنين مع كتلة الوزير الفرنسي. فهم يعني كيان مفتعل ليس له أساس سياسي أو موضوعي، جمعوا من كتل أخرى ليستعملوا في تعطيل تشكيل الحكومة، وهم بعتقد يعوا ذلك أنهم هم أداة استعمال وليس هم حالة سياسية معينة، مهما حاولوا إظهارهم في الإعلام كأنهم تكتل سياسي. كل اللبنانيين يعرفوا أنه يعني اثنين منهم مع فرنجية، وواحد مع حزب الله، وواحد مع حركة أمل، واثنين جمعوهم هيك يعملوا كيان شكلي مفتعل، لكن الهدف هو تعطيل تشكيل الحكومة وليس توزير أحد هؤلاء الناس. وبالتالي كل ما تسمعوا حول وزارة سيادية وتمثيل أحدهم هو كلام إعلامي بمحاولة للضغط على الرئيس الحريري للقبول ببعض التنازلات المطلوبة منه. وهل بالفعل من الممكن أن يقدم الرئيس الحريري بعض التنازلات ربما فيما يخص الحصة السنية من أجل تمرير تشكيل حكومة؟ الرئيس الحريري أساسا أعطى وزير للرئيس نجيب مئاتي، لأن لديه كتلة فعلية خاضت الانتخابات مع بعضها ونجحت مع بعضها، وبالتالي هي كتلة نيابية حقيقية وجدية ومسجلة في المجلس النيابي، وتنازل عن وزير سني من لفخامة رئيس الجمهورية على أن يستبدل بوزير مسيحي. طبعا رئيس الحريري حريص أن يكون عابر للطوائف وليس يمثل طائفة سنية فقط، لأنه تيار المستقبل هو تيار وطني عابر للطوائف، بين صفوفه كل الطوائف اللبنانية موجودة في تيار المستقبل، وبالتالي هو حريص أن يكون تمثيله الوزاري بهذا التنوع. هل مارس حزب الله في الفترة الأخيرة ضغوطا للحصول على بعض الوزارات، لا سيما وزارة الاتصالات مثلا؟ يعني بنسمع من وقت لوقت بالإعلام أنه طبعا هي كل وزارة بتنجح بتصير مطلوبة من الجميع. نعم. فوزارة الاتصالات كانت بالفترة الماضية وزارة هامشية، ما حدا يعني يطالب فيها إلى السنتين الأخيرتين، لما الجميع أدرك حجم وأهمية هذه الوزارة فصارت مطلب عند الجميع. لكن ليس معنى ذلك أن كل من يطالب بوزارة الاتصالات ممكن أن يحصل عليها. طيب، التعاون بين رئيس الحريري ورئيس مشير عون هل يظل على هذا النهج من التوافق بعد تشكيل الحكومة؟ يعني أعتقد أنه فخامة الرئيس ودولة الرئيس حريصين، يعني الاثنينهم حريصين على علاقة طيبة وعلى تفاهم ووفاق، لأننا نحن يعني نعتقد ونؤمن أنه التفاهم بين فخامة الرئيس ورئيس الحكومة شرط ضروري وإلزامي لنجاح العمل السياسي ونجاح عمل مجلس الوزراء وقدرته على الإنجاز وعلى تقديم ما هو أفضل للبنان واللبنانيين. فهناك حرص الحقيقة من فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس أن يكون تفاهم بحده الأقصى. بالعودة إلى الاتصالات، شركة أوجيرو وما أثير حولها من تعليقات وتساؤلات في الكثير من الصحف اللبنانية، يعني هل تطلعنا على الجواب النهائي الخاص بهذه المشكلات؟ يعني هو صار في كلام كتير بالإعلام حول أوجيرو، هعطيك بس آخر الكلام، يعني آخر يومين. نعم. في اليومين الأخرين بعض الصحف اللبنانية المرتبطة بجهات سياسية معروفة تريد التشويش على وزارة الاتصالات وعلى الرئيس الحريري، أن هناك نية لدى الوزير لتلزيم صيانة الشبكات إلى شركة خاصة، مع العلم أنه للمرة الأولى بتاريخ لبنان كنت حريص على توقيع عقود بين الوزارة وهيئة أوجيرو في موضوع الصيانة وفي موضوع التجهيز، وهناك عقدين بين منفصلين، واحد للتجهيز والآخر للصيانة، بتفصيل الممل يعني ليغطي كل نواحي الصيانة والتجهيز دون استثناء.
حتى لا يكون هناك لبس أو غموض في هذه العقود، وبالتالي يصير في نوع من الاحتكاك بين المديريات وهيئة أجيره. فخلال 6 أشهر الماضيين اشتغلنا على هذا العقد أو هذه العقود لتكون شاملة ودقيقة وواضحة بطريقة لا لبس فيها، وتمت الموافقة عليها من ديوان المحاسبة اللي هو الجهة الرقابية التي تشرف على أعمال أجير وأعمال الوزارة. تمت الموافقة على العقدين من ديوان المحاسبة وصدقوا مني من الوزارة وهم قيد التنفيذ. ورغم ذلك يأتي بالإعلام من يقول أن الوزارة تريد أن تلازم الصيانة لجهة خاصة، طبعا من باب الإساءة وحرف الأنظار عن مسألة معينة أو لتشويه صورة وزارة الاتصالات أو هيئة أجيره. هناك بعض الناس الذين يرفضون الانتظام العام، يعني لا يريدوا أن يكونوا تحت سقف أي قانون أو أي عقد، وهناك نوع آخر من الناس لا تريد أن تعمل لكن تريد آخر شهر الراتب وتريد المكافآت وتريد الزيادات والترقيات والسيارة والتليفون دون أن تقدم عمل. وهذه المسألة انتهت في هيئة أجيره. الآن الموظف يكافأ حسب عمله، من يستحق المكافأة يكافأ، من يستحق السيارة بيأخذ سيارة واللي ما بيستحق ما بيأخذ. طبعا هذا عمل إرباك عن بعض الذين تعودوا أن يأخذوا الراتب دون مقابل، ونحن نتوقع هذا الأمر أنه سيكون هناك هجمة. كل ما دخلت على موضوع إصلاحي أو موضوع تنظيم العلاقة بين الوزارة وهيئة أجيره هناك بعض الناس الذين سيستاءوا ويصبحوا غير مستفيدين من الفوضى التي كانت قائمة، وبالتالي نحن تعودنا على هذا الأمر. نعم، يعني ربما هكذا دائما تواجه مساعي إصلاح الفساد في كل المؤسسات يعني. طيب، سرعة الإنترنت والخدمات والأسعار ربما كانت أسبابا لشكاوى العديد من الأفراد والمؤسسات في لبنان، فهل تنتهي هذه الشكاوى وفق خطة 2020 لإصلاح القطاع؟ يعني طبعا كنا نحن لما استلمنا الوزارة كانت الشبكة بحالة مأساوية جدا، وكان عندنا عدد كبير بالآلاف من الخطوط المعطلة من سنوات. طبعا ما بنقدر ننجز هذا الأمر بأيام، لكن بقدر أقول أنه 90% و95% من هذه الورثة الثقيلة انتهت، وعملية الإصلاح وصيانة الشبكات ماشية على قدم وساق، وبالتالي سرعة الإنترنت زادت يمكن 5 أضعاف 6 أضعاف من 0.5 ميجابت أو 1 ميجابت، الآن في 5 ميجابت وفي 10 ميجابت وفي مناطق 23 السرعة. لكن ليس هذا طموحنا في موضوع الإنترنت. نحن طموحنا أنه المواطن يأخذ 50 ميجابت وأعلى، ومشروع الفايبر أوبتكس هو الذي يحل هذه المعضلة. لكن بهذا الوقت اللي بيلزم لتنفيذ الفايبر أوبتكس عملنا جاهدين على رفع هذه السرعات بالحد الممكن أو الحد الأقصى الممكن، بانتظار أنه نوصل للمرحلة المثالية في هذا الموضوع، إن شاء الله هذا بتحقق عبر مشروع الفايبر أوبتكس. أخيرا، بما استعدت بيروت لاستقبال القمة العربية الاقتصادية يناير المقبل؟ حقيقة يعني فخامة الرئيس حريص جدا على إنجاح هذه القمة وعلى إنجاح دور لبنان في العمل العربي المشترك على كافة الصعد، وشكرت لجنة عليا للإشراف على كل التحضيرات اللوجستية والسياسية والإعلامية لضمان نجاح هذا المؤتمر. وأعتقد أنه هذه اللجنة تحولت إلى خلية نحل تعمل بكل جدية وبكل مسؤولية لاستضافة هذا المؤتمر وإنجاحه والخروج بمقررات قابلة للتنفيذ، وهذا المؤتمر يكون خطوة على إعادة الالتزام العربي بقضايا أمتنا وقضايا شعوبنا. أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء وهذه المعلومات، والشكر موصول لكم مشاهدو أكسترا نيوز في كل مكان. كنت معكم في لقاء خاص مع السيد جمال الجراح وزير الاتصالات اللبناني. شكرا لطيب المتابعة.